البارح خرجت صحيفة انفو سبورت الجزائرية وأكدت بأن نادي الوداد الرياضي المغربي قريب جدا من حسم تعاقده مع مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي استعدادا لكأس العالم للأندية. كما كتعرفوا كامل اتحاد الجزائري قام باستقالة جمال بلماضي من تدريب المنتخب الجزائري مباشرة بعد إقصاء المنتخب الجزائري من كأس أمم إفريقيا. وحاليا جمال بلماضي بدون فريق، علما كان يتفاوض مع عدة أندية قطرية، ولكن جميع المفاوضات أدت إلى الفشل لأن جمال بلماضي لا يريد أموال الخليج، يريد العودة إلى الساحة العالمية بقوة. وفي هذا الفيديو غادي نشوفوا حقيقة مفاوضات نادي الوداد الرياضي مع جمال بلماضي. ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو ما تنسوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المنتخب المغربي والكرة المغربية. كما كتعرفوا كامل حاليا نادي الوداد الرياضي يمر من فترة فراغ كبيرة جدا مباشرة بعد اعتقال سعيد ناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي السابق اللي كان مسيطر على إفريقيا طولا وعرضا. ونادي الوداد الرياضي في هذا الموسم بدون سعيد ناصيري تقصوا من مجموعات دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 12 سنة، وبالإضافة لم ينجحوا في التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم القادم، وحاليا كيحتلوا المرتبة السابعة في الدوري المغربي. ومنسوش بأن حتى جمال بلماضي يمر من فترة فراغ كبيرة بعد إقصائه من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا مرتين على التوالي. نادي الوداد الرياضي خاص مدرب بحال جمال بلماضي اللي عنده خبرة كبيرة في الأدغال الإفريقية، ومنسوش بأنه حقق أغلى لقب في إفريقيا كأس أمم إفريقيا، وأنا تايق غادي يرجع الوداد إلى المجد. وفي المقابل الوداد غادي ترجعه إلى الساحة العالمية من بوابة كأس العالم للأندية بنسبة كبيرة. غادي نشوفوا جمال بلماضي مدربا لنادي الوداد الرياضي المغربي، خصوصا أن العلاقة ديالو مع المغرب كبيرة جدا. وما تنسوش تعطيونا الرأي ديالكم حول تدريب جمال بلماضي لنادي الوداد الرياضي المغربي. دمتم في خير الله ونتلقوا إن شاء الله فيديو جديد.